معنا على العرائش انفو عماد من جمعيه رقاده للتنميه والتواصل. اهلا بك خاي عماد. اهلا وسهلا. شنو الحاجات اللي عجبك في هذا الشاطئ ديال راس الرمل؟ الشاطئ ديال راس الرمل كيتميز بزاف ديال الحاجات، كاينه التربه يعني صافيه والنظافه والمياه عاود صالحه للسباحه، يعني كيكون واحد الاقبال عليه مزيان. يعني كيكون اقبال.